رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين، إنا نتوجه إليك لرسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، أن تيسر أمورنا وتسهل علينا وتلهمنا رشدنا وتفرج كروبنا وتشفي أمراضنا وتهدنا لما تحب وترضى وتثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجزم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلية وأتمنا علينا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحديها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية ببدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، ونحن في السنة العاشرة مع هذا الكتاب. يعني احنا بقالنا 10 شهور مش 10 سنين، يعني الكتاب ده بنقراه شهر في السنة، شهر رمضان ده، فاحنا في 10 شهر بس شهر في السنة يبقى في 10 سنين. طيب بس تقول ايه 10 سنين؟ احنا ما بنقراهوش كل يوم، ما بنقراه كل يوم كل اصنام الزمان، لكن دي 10 سنة تعادل 10 شهر بنقراه في شهر رمضان فقط. فاهم؟ الحديث 98 من الكتاب، والحمد لله بنقرأه كلمة كلمة كما كتبها المصنف، وقل من إيه من يقرأ الكتاب كلمة كلمة في هذا الزمان. دلوقتي زمان إيه؟ تيكاوي، زمان السندوتشات، عايز يقرأ باراجراف يشوف مقطع دي أو ربع دي أو نص 3 دقايق ويظن إن ده العلم. العلم مش كده، العلم تاخده من أوله لآخره، لأن نصف العلم أخطر من لا علم، نصف معلومة أخطر من لا معلومة، فلازم تاخد المعلومة على بعضها. وكانوا مشايخنا يقولوا لنا إيه؟ بركة الكتاب أخذه، بركة الكتاب إيه؟ أخذه. وكانوا يقروا لنا كتاب يقروا من المقدمة، يقروا حتى من المقدمة، مش من أول بقى الكتاب نفسه، لا من أول مقدمة المصنف، لأن مقدمة المصنف فيها منهجه في إيه؟ في التصنيف. فبيقول لك انا اهتميت بايه وعملت ايه وايه المشكله اللي خلتني اصنف هذا الكتاب واريد اعالج فيه ايه واعمل فيه ايه، فبيفهمك المنهج بتاعه. فالمقدمه مهمه جدا لا تقل اهميه عن الكتاب نفسه، درجه بعض العلماء كان ايه يجيب كتب ويقرا مقدماتها بس على الطالب، يقرا المقدمات بتاع الكتب فقط على اساس يفتح للطلبه الكتب اللي يقروها ويسيبهم بعد كده بقى ايه بيكمل بقيه الكتاب، لان مقدمات الكتب هامه جدا. وكثير الوقت من الناس اللي يقروا يجيب لك الكتاب ما يقراش لا مقدمه ولا يقرا حاجه، ويبتدي يخش يقرا ايه جمله من هنا على كلمه من هنا على فصل من هنا، وفي الاخر ايه يجيب له جلابيه بيضاء ويربي دقنه ويعتلي المنابر ويبقى علامه، ممكن يكون مصيبه، ويبتدي بقى ينشر الجهل وايه وبيغر الناس في صوره علم انه عالم. فاياك اياك، يعني كل الفرق اللي طلعت الجديده دي اللي احنا بنقولوا عليهم خوارج العصر، لما تقعد معاهم تلاقيهم كانوا يعني يستقوا العلم بالطريقه دي، يقول لك اقرا من صفحه كذا لصفحه كذا في الكتاب الفلاني، من صفحه كذا لصفحه كذا من كتاب العلاج، والفصل الفلاني في الكتاب الفلاني، عمرهم ما قالوا لك اقرا كتاب كامل. صدق بقى دول وما قروش كتاب كامل الا ظلال القران اللي هو مليان امراض.
بتاع سيدنا، يعني فيه أمراض كثيرة، أمراض في طريقة المنهج في التفكير خالف فيه إجماع المسلمين، وقلما كان يذكر فيه النبي أو يصلي على النبي، فعشان كده نزع البركة. يعني تقرا الظلال، ممكن تقعد تقرا في ظلال القران بتاع سيد قطب ده عشرات الصفحات ما تلاقيش فيها ولا كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلمه. حاجه غريبه يعني، ده انت لو قرات مقاله سياسيه ممكن تلاقي في وسط الكلام ان رسول الله عمل كذا، حتى في مقاله سياسيه، فما بالك كتاب تفسير وما يجيبش سيره النبي. فشيء عجيب شويه، يعني انتوا ازاي تاخد بالك من الحكايه. فاحنا نوصيكم بانكم لما تقراوا كتاب تكملوه، ولما تكونوا علماء في يوم من الايام وربنا يجلسكم على مجالس التدريس، تمسك الكتاب تشرحه للناس كلمه كلمه. مفيش حاجه اسمها ايه اعمل مجالس كده عشوائيه زي ما يجي في بالي اقول وخلاص، لا. الدروس العشوائيه دي ما بتربيش اجيال ولا بتربيها، لا، تجعل دروسك عشوائيه. فهمت ازاي؟ التزم بكتاب معتمد وامسكه اشرحه الشرح المعتمد، ولو ياخد منك عشرات السنين مش مشكلة. فاهم؟ مهمة الحكاية دي، أوصيكم بها. الحديث 98، حديث جواز الرقى والأجر عليها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، في الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا. كانت ضيافة واجبة لأن الناس عايشين في صحراء وما فيش لا إيه لا مطاعم ولا فنادق ولا كافيتريات في الطريق علشان يستريح ويشرب ويأكل. فمعناه إنه ما يمشي في الصحراء مسافة طويلة، أول ما ينزل على قبيلة معناه وجب عليهم إنهم يلحقوهم بالمية والأكل والشرب وإلا يهلكوا. فكان الاستضافة أيامهم واجبة ثلاث أيام، واجبة ثلاث أيام، لذلك لو ما ادوهالكش لك أن تقاتلهم عليهم، لأن مسألة حياة أو موت بقى. فاهم؟ فهنا بيطلبوا حقهم، استضافوهم يعني بيطلبوا ضيافتهم، لأن من حقهم على عرف العرب كلهم. فهمت بقى إزاي؟ فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه، زي برضو إيه في قصة سيدنا موسى والخضر لما قال إيه فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني كانوا قوم لئام يعني ما ادوهمش الضيافة بتاعتهم. الوقت الاستضافة في زماننا أصبحت سنة. ليه؟ لأن في بدائل، في مطاعم وفي فنادق وفي استراحات، ممكن ايه لو ما استضفتكش مش هتضيع يعني، هتقعد في فندق وهتلاقي اكل وهتلاقي شرب وهتلاقي كل حاجه خير، بسبب ايه تمصير البلدان وايه وانتشار العمران. لكن زمان ما كانش فيه كده، فكانت الاستضافه واجبه اولا، ثم صارت بعد ذلك من مكارم الاخلاق وايه ومستحب. هنا فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي. نلاحظ هنا ان لما ما تعملش الواجب عليك ربنا يرزقك بمصيبه. هم ما عملوش الواجب اللي عليهم، قام ربنا رزقهم بمصيبه، بعت لهم عقربه قرصت ايه؟ رئيس الحي. شفت بقى؟ تقوم تستفيد من الحاجات دي، خد بالك، بس دي عبر. لازم لما تقرا حديث النبي تبقى مصحصح. ما تعديش كده الامور. شوف، ابوا ان يضيفوهم فلدغ رئيس الحي، شوف الترتيب. يعني ما تعملش اللي عليك تبقى ايه حاسس بمصيبه جايه لي، يا لطيف يا لطيف. فاهم؟ تبقى في مصيبه حتى، يبقى معناه ان مصانع المعروف تقي مصارع السوء، زي ما بيقول ايه العرب، حكماء العرب بيقولوا كده والمسلمين، يقول لك مصانع المعروف ولا صنائع المعروف، صنائع المعروف ومصانع تمشي صح لغتين، بس المثل له صنايع ما يمشيش، ومصانع صح. اللغة العربية جميلة صحيحة من جميع الوجوه. المهم صنائع المعروف يعني صنع المعروف، ومصانع المعروف يعني انك انت تعمل اماكن تصنع فيها المعروف زي الصدقات الجادة. تقي ايه بقى؟ مصارع السوء. تقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يحميك وينجيك.
هنا ما عملوش اللي عليهم، أم عمل ربنا أمل له إيه؟ وما يعلم جنود ربك لو بعد لهم عقربة، راح أرسل رئيس الحي لا لغيته كويس، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع، حاولوا يدووا بالأدوية المتاحة. يبقى إيه؟ الإنسان لو عامل المعروف حتى لو أصابه مرض ربنا يدويه من المرض، لكن دول علشان ما عملوش اللي عليهم هم متعودين اللي يلدغ بيعالجوه بطرق معينة ويخفوا، جربوا معاه جميع الطرق إني يخف الراجل مش عايز يخف، لأن بقى إيه؟ ربنا أرادهم إن هو يلجئهم لمن لم يعطوهم حقهم يحتاجوهم بقى. فسعوا له بكل شيء، يعني بكل دواء يعرفونه في مثل هذا الموضوع لا ينفع. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني شيء ينفعه. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم إني والله لا أرد. بعضهم ده اللي هو أبي سعيد الخدري راوي الحديث، لكن هو ما حبش يذكر نفسه علشان ما يزكيش نفسه، راوي الحديث نفسه هو اللي قال لهم أنا اللي حريه، بس لما روى الحديث ما قالش إيه فقلت لهم وعملت بتباهى، يعني فمش يحبوا التباهي لأن يعلموا أن الخير إذا جرى على أيديهم فهو من الله. فهمت إزاي؟ فعلشان كده راوي الحديث ما قدرش حتى يذكر نفسه. فقال بعضهم نعم إني والله لا أرك، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. أنا بنتوا ناس ما بتعملوش الواجب، يبقى أنا مش حرقيه إلا لما إيه أشترط عليكم أجر. لو أنتوا ناس كرم أنا كنت حرقيه واللي تدولنا تدولنا، ما تدولناش ما تدولناش، ما يجراش حاجة. لكن أنتوا ناس مش كرم لئام، وطالما أنتوا لئام أجر إيه وربنا يشفيه تقولوا لنا سلام عليكم وتسيبونا جعانين عطشانين؟ طب والله ما حرقيه إلا لما إيه؟ إلا لما تقولنا أشترط عليكم شرط، وكأنه يريد أن يأخذ حقه بتاع الضيافة مش حق الرقية. خد بالك، عشان كده استدل بعض العلماء من هذا الحديث أنه لم يأخذ أجر القرآن، ده خد إيه؟ حق الضيافة. وبعض العلماء فهموا منه أنه أخذ أجر على القرآن، فالمفهوم الاثنين. إحنا قلنا مذهبين، مش إحنا قلنا مذهبين؟ مذهب يقول لا يجوز أن تأخذ أجرا على القرآن، أجر دنيوي يعني، ومذهب تاني يقول لك يجوز ونعم الأجر أن تأخذ على القرآن. فهمت إزاي؟ فالمذهب اللي قال أنه لا يأخذ أجر على القرآن قال إن هنا أخذ اشترط عليهم أن ترد إليهم حقهم في الضيافة، لكن الرقية كانت لوجه الله. فهمت بقى المسألة؟ والعلماء التانيين قالوا لا، ده ضاعت منهم الضيافة فأخذ أجرا على القرآن، والنبي أقر على هذا. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحديث واحد وممكن تستنبط منه حكم يناقض الحكم الآخر، وده من ساعة إيه الشرع الشريف. فقال بعضهم إن نعم إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل اللي هي الجعالة في كتب الفقه، الجعالة اللي هي يسميها المصريين ايه الحلاوه، يقول لك اعمل كذا وليك الحلاوه، يعني هدي لك اجر يعني عليه، المصريين سموها الحلاوه، يعني هحلي لك بقى، يوصل احلي لك بقى، يعني هديك مكافاه لما تعمل كذا. بس الجعل في الشرع لابد ان يكون محدد مش مبهم، عشان يبقى ايه؟ يبقى الجعل في الشرع او الجعاله في باب الجعاله في الفقه لابد ان يكون محددا. فهمت بقى المسألة؟ حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. الله يبارك، حددوه، حددوا الجعل، قطيع من الغنم، والقطيع كان 30 غنم معروف على طول، قطيع غنم يعني 30، يعني يبقى معلوم العدد. فهمت بقى ازاي؟ فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق وجعل يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، هي الفاتحة يعني، يقرأ الفتحة ويدخل عليه بريقه الذي قرأ وتولد من حركة لسانه أثناء القراءة، يبقى ريق مبارك، وبعدين يدخل من هذا الريق مع النفس ويمسح إيه مكان اللدغة. فخد بالك، هذه طريقة الرقية،
يبقى التفل يكون بعد القراءة أولى من قبل القراءة. لماذا؟ لأن التفل بعد القراءة يكون من ريق تولد من القراءة، يبقى ريق مبارك تولد من حركة اللسان بالقرآن، يبقى ريق ده مبارك. فهمت بقى ازاي؟ فانطلق وجعل يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، كأنه إيه بعد ما رآه خف، كأنه كان مربوط في السرير وانطلق. هذه معنى نشط من عقال، تشبيه بإيه؟ بالبيئة بتاعتهم، لأن عقال كان لما يربطوا الغنم بالعقال أو الجمل بالعقال ويبرك على الأرض، أول ما يفك العقال يروح الجمل واقف على طول، دب في النشاط. فهو بيشبهها بتشبيه المرتبط بالبيئة اللي هو عايش فيه. فهمت إزاي؟ فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني وما به ألم ولا وجع. فأوفوهم جعلهم، ادولهم القطيع بالغنم، ادوهم ايه؟ الجعل بتاعه الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، يبقى لو انت خدت ايه جعل ومعك اصدقائك وكنت في سفر تقاسمهم فيه، تبقوا شركاء فيه، دي من ضمن الاداب برضه وحسن الاخلاق. فاللي ما لقوش معاه قالوا له ايه احنا اقسم لنا معاك. فهمت ازاي؟ فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى ناتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر الذي كان فننظر ما يامرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك انها رؤيا، كانه ايده يعني. واخد بالك؟ يبقى ايده على انها رؤيا، يبقى استعملها رقيا قبل ان يعلم ذلك من الشارع، ثم جاء اقرار الشارع بعدها، يبقى دليل على انه يجوز الاجتهاد في الشرع الشريف على مقتضى اصول الشرع قبل ان يعلم تقرير الشارع. فهمت ازاي؟ دي نقطه مهمه، خالفنا فيها الوهابيه. فهمت؟ الوهابيه عندهم اي حاجه تعملها بدعه بدعه بدعه، حتى قعدتنا دي واحنا قاعدين بدعه، وبنشرب شاي اثناء الدرس تبقى بدعه، ونرجع نشرب شاي بدعه ضلاله في النار. ما هي طريقتهم كده؟ لا، فحاجه غريبه. احنا هنشرب الشاي ونقول نعمه البدعه ايه؟ يعني جائزه، ما فيهاش مشكله يعني. ليه؟ لان الشرع يجيز لنا ان نشرب وان ناكل من المباح، قل واشربوا ولا تسرفوا. لكن هو لا، عنده كل حاجه بدعه، حاجه غريبه يعني. يبقى هو هنا اجتهد في الشرع وسار على مقتضى الشرع ورأى بالفتحه قبل ما يعرف ان قراءه الفاتحه ركن، كانه اجتهاده قبل ان ياتي الشرع به. فجاء الشارع أقره فصار بعد ذلك سنة مقرر عليه، لكن قبل ما يعمل ما يقررها الشارع فعلها، يبقى دليل على يجوز الاجتهاد على مقتضى أصول الشرع. شفت بقى مهمة الحتة دي، يجوز الاجتهاد على مقتضى أصول الشرع. ويبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني وليس على أصوله وليس على مقاصده فهو عليه رد. إنما لو كان من أصول الشرع يبقى إيه؟ يبقى من باب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر العبد. واخد بالك؟ نقطة مهمة نخالف فيها الوهابية الذين ضيقوا على أنفسهم وجعلوا أمة النبي كلها مبتدئين إلا هم، في حين الحقيقة إن وجودهم هو اللي بدع وطريقة تفكيرهم هي اللي بدع. كان فنذكر الذي كان فننظر ما يأمرنا، يبقى ايه؟ قال مش هنقسم حاجه ولا هناكل حاجه من هذا القطيع لحد ما نروح للنبي نشوف يعمل في النبي. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك انها رقيا، ثم قال قد اصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فما هو النبي ليه حق، لان هو اللي علمهم الفتح، بس هو استاذهم يبقى ليه حق فعلا، ده هو ليه كل الحق. وكمان بيطيب خاطرهم، خد بالك بيطيب خاطرهم ايه؟ لان النبي لا ياكل الا من اطيب الطيبات. فلما يقول اقسموا لي سهما معناه ان ده اطيب الرزق. فهمت ازاي؟ كمان تطيبا لخاطرهم. وبيان لجواز ايه؟ اخذ الاجر على القران ان قلنا انه اخذ هذا القطيع مقابل القراءه. ويجوز ايضا
ايه اجر الطبيب مقابل الايه العلاج، نستنتج منه كده هو عالجه بالفتح والطبيب بيعالج، يبقى الطبيب له ان ياخذ اجره. فهمت ازاي؟ على مقابل العلاج، لان المفروض ان الطب من باب النصيحه مش كده برضو، بتنصح للمريض والنصيحه امر اخروي، لكن يجوز ان تاخذ اجر عليه بدليل ان هم اخذوا الاجر. قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي معناه كمال الرضا عما فعل. زي ساعات يقول لك ايه، يضحك الله من العبد اذا قال ربي اغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، يعلم انه لا يغفر الذنوب الا انت. يبقى يضحك الله يعني ايه؟ يعني يكمل الرضا. يبقى ضحك معناه كمال الرضا. ظاهره يدل على جواز اخذ الاجر على الرقيه اذا كانت بكتاب الله عز وجل والكلام عليه من وجوه. منها هل تجوز الرقيه بغير كتاب الله تعالى ام لا؟ الحديث ده استعمله في القران. طب يجوز ان انا ارقي بغير كتاب الله؟ النبي كان بيرقي برقى كثيره اخرى غير كتاب الله. كان يقول وعيدك بكلمات الله التامه من شر كل شيطان وهام من شر كل عين لام. مش دي رقيه النبي؟ كان يرقي بها سيدنا الحسن والحسين مش كده برضه؟ وكان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات. وكان يضع يده على موضع الالم ويقول اعوذ بالله العظيم من شر كل عقر النعاس ومن شر حر النار. مش كده برضه؟ اعوذ بالله الكبير من شر كل عقر النعاس ومن شر حر النار. يقولها ثلاث مرات على موضع الالم ايه المستمر. الالم عرق نعار يعني ايه؟ يعني عرق لا يهدأ، يعني الم لا يهدأ، يعني معنى نعار. يبقى النبي له رقى كثيره بألفاظ كثيره غير القران كمان، يبقى يجوز باي لفظ غير القران ان كان صحيح المعنى. واضح؟ اذا كان صحيح المعنى، لكن ما ينفعش ارقي بألفاظ انا ما فهمهاش، شمهورش بهبورش مش عارف ايه الحاجات اللي هي اللي بيقولوها باللغه الغريبه دي. في بعض الناس كده حافظ رقى بألفاظ يقول لك بس دي سورياني، يا عم ما تقولش سورياني احنا هيفهمنا. انت ازاي؟ ما يمكن بتستعين بيها الجن دي ولا احنا هيعرف تركب تجيب لنا الشياطين هنا. فاهم؟ فاقول حاجه تكون معلومه الايه؟ المعنى. وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم كان يرقي بالكلام الطيب مثل قوله عليه السلام اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك يا رب العالمين اشف اللهم شفاء لا يغادر سقما. وانت تقول سقما، ينفع سقما وسقما لغتان صحيحتان يعني مرض. ومثل هذا كثير. وقد جاء النهي عن الرقى بغير كتاب الله عز وجل واسمائه. النبي نهى عن الرقى اللي كانت بيستعملها العرب زمان بيستعينوا فيها بالشياطين، ورقى الكهان رأى نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وما كان من الكلام الطيب. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن رقى أهل الكتاب إلا أن يكون بأسماء الله عز وجل، حتى أنه جاء بعض الصحابة أو التابعين إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله في رقية أهل الكتاب زي اليهود، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال له أحيانا يكون من الألم فأمشي إلى اليهود فلان فيرقيني فأبرأ. فقال له رضي الله عنه إن الشيطان يجعل يده عليك حتى يؤلمك ثم يغويك، فإذا مشيت إلى اليهود وتكلم بكلام رفع يده عنه عشان يزيدك إيه اقتناع بإن إيه بإن اليهودي ده إيه يعني كلامه أصله صحيح. وعشان كده لو جربت شيئا يخالف الشرع فوجدت نفعا فاعلم أن الضر جاءك من الشيطان. على طول كده افهم على طول عشان يغويك عشان تلجأ بعد الهوية. ده بيحصل كتير، بعض الناس يروح حتى للكنائس عشان ايه؟ القسيس يعمل له رؤية او يديله مثلا تعويذة او يديله حجاب ويقول لك ما شاء الله ده مش مجرد خدت الحجاب ده وانا المغص بتاعي راح. وهو اللي كان بينغز له بجنبه يجيب له المغص كان ابليس، لحد ما يروح للجرع القسيس ده وهو عامل تعاقد مع ابليس. واخد بالك ازاي؟ ما هو وانه كان رجال من الجن من الانس يعوضون برجال من الجن. خد بالك ليهم اتصال ببعضهم. هو بيتفق مع الشيطان بتاعه اللي هم صديقه يقول له روح لفلان ده اقلمه وضايقه لحد ما يجي لي، ولما يجي لي اعمل له اي حاجه سيبه، يقوم ايه يزداد اعتقاده فيا. وده كتير بقى بيحصل. فهمت بقى ازاي؟
فلا تلجأ لما لا يميزه الشارع ولو كان هناك نفع. خد بالك لأن هذا النفع متوهم. افهم دي كويس، نفع متوهم وليس نفع. سيدنا عبد الله بن عباس قال له كده، قال له الشيطان يجي لك ويتعبك ويمسك مفصلك ويقلبك لحد ما تروح لليهود يقول لك الكلمتين الفارغين بتوعه، تروح سايب لك رجلك تقول يا سلام الحمد لله خفيت. قال لك سيبك من الشياطين دي. ولهذا منع العلماء الحرز الذي فيه الخواتم المكتوبة بالعبرانية، لأن كان زمان يجيبوا أحجبة مكتوب فيها لغة غير عربية، طلاسم كده، ويعملها أحجاب كده ويشيلها عشان تمنع النزيف وتمنع مش عارف إيه، وتخلي العقد يتخلف وتخلي مش عارف العصب يبقى هادي، وتخلي اللي بيكره يحب، والحاجات اللي إيه اللي بيعملوها كل ده منهي عنه حرام. فاهم؟ من علق تميمة فلا أتم الله له. ولهذا منع العلماء الحرز الذي فيه الخواتم المكتوبة بالعبرانية لأنه لا يعرف ما هي، وفي مثله ما يكون فيه من الكلام بلغة لا نعرف معناه من أي لسان كانت، من أجل أن يكون معناه مما لا يجوز شرعا فيقع حامله في الإثم. ومنها الدليل على جواز الضيافة على أهل الوبر، الضيافة على أهل الوبر اللي هم إيه البديع البوادي اللي هم إيه بيبقوا عايشين في وسط الصحاري بقاع كده، سموهم اهل الوبر. ليه؟ الوبر جاي من الشعر، لان عايشين مع الغنم ومع الابل وبيعيشوا على وبرها وصوفها، فسموهم اهل الوبر. فاهم؟ والضيافه عليهم واجبه، اي واحد يسقط عليهم واجب عليهم ان هم ياكلوه ويشربوه لانه جاي لهم في الصحراء عشان ينقذوا حياته. فاهم؟ ومنها الدليل على جواز الضيافة على أهل الوبر، يؤخذ ذلك من قوله فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم، ولو كان ذلك لا يجوز ما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين حدثوه، وقد جاء هذا عنه عليه السلام نصا بقوله عليه السلام الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. أهل المدر هم أهل القرى، لأن في القرى تبقى فيها أماكن كثيرة بقى إيه للضيافة، مش شرط تبقى في البيوت، اللي هي اماكن السبل والفنادق والمطاعم والحاجات دي كلها موجوده عند اهل المدر اللي هم اهل القرى اهل المدن الكبيره يعني. انما اهل الوبر دول عايشين كده اهو في شويه خيام وما فيش عندهم حاجه، فواجب عليهم ان هم يضيفوا الناس اللي تنزل عليهم وليست على اهل المدر. وقد جاء ان للمسافر ان يطلب الضيافه على من وجبت عليه بالوجه الشرعي، فان لم تعطه قاتل الممتنع منها، فإن قتل الممتنع فشر قتيل، وإن قتل صاحب الضيافة فهو شهيد. ويؤخذ من هذا من الفقه أنه من منع حقا واجبا شرعا فله أن يقاتل مانعه، فإن قتل كان شهيدا. وفي دليل على جواز السفر في الأمور المباحة، يؤخذ ذلك من قوله في سفرة سافروها فلو كان في جهاد أو حج أو غيره من الطاعات لذكرها الراوي. ونقف على بقية الأدلة في هذا الشرح المبارك، غدا إن شاء الله نكمله بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.